انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية بنسختها 32، وهي نسخة استثنائية بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ القارة السمراء، وذلك بحفل افتتاح أقيم على استاد القاهرة الدولي قبل ساعتين من مباراة جمعت منتخبي مصر وزيمبابوي بحضور رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو وعدد من مشاهير الكرة في العالم. استاد القاهرة شهد حضور جماهيري كثيف توافدوا من الساعة 3 عصرا، وامتلأت جنبات الملعب لمؤازرة اللاعبين من أجل تقديم مباراة جيدة أمام منتخب زيمبابوي. ويغيب لقب كأس الأمم الإفريقية عن مصر منذ عام 2010، وهو آخر تتويج للفراعنة بالبطولة التي احتضنتها أنجولا وفاز بها المنتخب المصري على حساب منتخب غانا بهدف نظيف عن طريق محمد ناجي جدو أيقونة مصر في تلك البطولة. ويعد المنتخب المصري هو أكثر فرق القارة الإفريقية الذين حازوا على لقب أمم إفريقيا بواقع 7 ألقاب، وهو الرقم الذي عجزت جميع الفرق في القارة تحطيمه، بالإضافة إلى التتويج بأمم إفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وهو الرقم الذي لم يتمكن أي منتخب من تحقيقه على الإطلاق.